أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء خلال يوم الغد إن شاء الله. ننتظر بحول الله بعد تلاشي ضباب وسحب سفلى كثيفة خلال الصبيحة، خاصة على الوجهة الوسطى وكذلك الغربية، في الأجواء تبقى مشمسة صحوة، بينما على الوجهة الشرقية كذلك سحب سفلى كثيفة خلال الصبيحة، بعض الأمطار متفرقة لكن سيتحسن الطقس خلال الظهيرة، أجواء مشمسة على شمال الصحراء ومناطق الجنوب الغربي الصحراء الوسطى، بينما سحب النوع العالي ستنتشر على أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار والتاسيلي. درجتين دون الصفر خلال هذه الليلة على الصطيف، 4 درجات على العاصمة، نفس المقياس على بشار، ثم درجات على الصحراء الوسطى، 14 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى تبقى فصلية، ننتظر مقاييس ما بين 16 لغاية 17 درجة على الوجهة الساحلية، 11 درجة على الصطيف، 24 درجة على ولاية غرداء، كذلك أدرا تيمون وإن صلاح، 31 درجة كان المقياس على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على السواحل الغربية، قليل اضطراب إلى هادئ على السواحل الوسطى، بينما قليل اضطراب خلال الصباح على الوجهة الشرقية ليتحول إلى هادئ خلال الظهيرة، رياح ضعيفة على كافة السواحل. خلال يوم الغد إن شاء الله ننتظر أمطار رعدية ستخص كل من لوزاكا كذلك نيروبي، مع 25 درجة على لوزاكا، أجواء متقلبة على باقي العواصم، مشمسة على أبوجا مع 34 درجة. خلال افتتاح أقول كأس أمم إفريقيا خلال يوم الغد على عاصمة ساحل العاج أبيجان، ننتظر إن شاء الله نسبة رطوبة عالية مع 81%، درجة الحرارة القصوى 33 درجة، الدنيا 24 درجة، مع أجواء متقلبة. غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:53. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم.